كابتن ياسر المره الثانيه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عايز. يمكن الشوط الثاني ما كانش على قدر اللي حصل في الشوط الاول، يمكن احنا يمكن مخلصين الشوط الثاني خسرين هدف، ولكن المجمل احنا فايزين بالمباراه فرق هدفين. رايك ايه في الشوط الثاني يا كابتن؟ بص يا كابتن عايز، ما احنا في الشوط الثاني اول 10 دقائق كابتن طارق اشتغل كويس زي ما قلت لحضرتك، طلع عمر حجاج ونزل اسلام، بقى محسن رمضان في الباك والناحيه الثانيه الجزيري واسلام سنتر هاف سنتر هاف، وكمل بنفس الخط الامامي هو اشتغل عليه على سبورتنج فاست بريك اول 6 دقائق طلع فرق 9 بالظبط كده، وصلنا كمان فرق 11 جول. ثم لغايه الدقيقه 11 بدا يسحب جزيري وبدا يسحب محسن رمضان ونزل نعمان ونزل فوكس اللي هو سيف هاني ولاشين كان في الوينج رايت فبدا يريح المجموعه ديت عشان عنده مباراه غدا وسفر هيطلع من النهارده بعد المباراه على طول هيطلع على اسكندريه هيلعب هيقابل البنك الاهلي، عنده ماتشين في 24 ساعه وما بينهم سفر اسكندريه بالظبط. خايف الاصابات، خلي بالك كابتن، يمكن الهدف الاساسي للتشكيلات اللي حصلت انه احنا عندنا 4 اصابات لسه بالظبط، وسيسه والجزيره لسه راجعين من الاصابه، فهو قلقان ان حد يصاب تاني بالظبط. ده بان في الملعب في الشوط الثاني ان هو في ناس كتير قوي مش بتلعب في مراكزها، واعتقد ان هو بس عشان خاطر العدد عنده يريح فنلتزم يعني العذر ونقول ان هو ما عندوش حلول تانية، عنده اصابات فمضطر ان هو يريح الروتيشن اللي عمله فرقه كامله، يعني فرقه كامله نزلت الشوط الثاني طبعا. وخلي بالك كابتن، هو كان كابتن طارق محروس امبارح في المداخله قال يا رب مش بس المصابين يرجعوا، يا رب ما تسابليش حد جديد بالظبط، فهو كان قلقان جدا انه يتصاب. بس النهارده في نقاط جيده جدا في المباراه بالظبط، يعني في حاجات تدعو يعني للتفاؤل بشكل كبير، وحضرتك ابتسمت اول ما قلت كده يعني حضرتك كلنا من وجهه نظرك ما يدعو للتفاؤل. مهاب طبعا، مهاب سعيد الوين رايد حاجه هايله بسم الله ما شاء الله، مواليد 2002، وانا شايف ان في سنتر فيرود جيد اللي هو ياسر سيف، ده انا شايف ان هو هيبقى ليه مستقبل كويس. نعم. عندي برضو لاشين كان ماشي كويس مش وحش، بالرغم ان هو لعب بيلعب في الوينج رايت بس لما لعب في مركزه في الخط الخلفي حط وسجل بالظبط. طبعا محسن رمضان بسم الله ما شاء الله يعني هايل جدا. طب كابتن ايه راي حضرتك نروح